نشرة الأخبار من قناة سهيل الفضائية، حياكم الله. والبداية بأهم العناوين. لجنة الشؤون العسكرية تستعرض إجراء تعزيز الحزام الأمني ومداخل العاصمة. أمسيات رمضانية على امتداد خارطة الوطن، وفعل الخير باب مفتوح للجميع. ومن مصر، بدء فعاليات مليونية عودة الشرعية، وعائلة الرئيس مرسي تقرر مقاضاة السيسي. أهلا بكم. شددت لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار في اجتماعها أمس على ضرورة إشراك المجتمع في تعزيز الجوانب الأمنية، باعتبار الجانب الأمني يهم جميع أبناء الشعب، إلى جانب إسهام وسائل الإعلام الرسمي والخاص في إنجاح الخطة الأمنية من خلال تسليط الضوء على البرامج والمواضيع المتعلقة بالجانب الأمني والدور المجتمعي المطلوب لتعزيزه. وناقشت اللجنة كافة الجوانب والإجراءات المتعلقة بالخطة والمقترحات والتصورات والرؤى التي تم إعدادها بهدف رفع اليقظة والحس الأمني وتعزيز التواجد الأمني في النقاط الأمنية المحددة، وكل ما يحقق إمكانية السيطرة والتنسيق بين الوحدات العسكرية والأمنية. كما استعرضت اللجنة الإجراءات المتعلقة بتعزيز الحزام الأمني ومداخل أمانة العاصمة وإيجاد قوات للطوارئ والتدخل السريع وتفعيل دور التحريات والدوريات الراجلة وتعزيز الانضباط في تلك النقاط وإيجاد خطة للنقاط المفاجئة ولجان للرقابة والتفتيش والمتابعة ولما من شأنه فرض هيبة النظام والقانون وردع الخارجين عنهما. أدان المكتب التنفيذي للتجمع اليمني الإصلاحي بالمحويت استمرار السلطة المحلية في ممارسة الفساد ومخالفة القانون وتجاهل التضحيات الثورية. وطالب الإصلاح في بلاغ صحفي الجهة المختصة بالعدول عن التعيينات التي صدرت لتغيير 4 مدراء عموم مديريات في مخالفة صارخة للقانون، ولتعميم رئيس مجلس الوزراء الذي ينص على منع تغيير أي مدير عام إلا بقرار مجلس الوزراء في إطار السلطة المحلية. وأكد البلاغ الصحفي أنه ما لم يتم العدول عن هذه القرارات فإن الإصلاح سيقوم بالتصعيد لإيقافها. وتطرق البلاغ الصحفي إلى الانقطاعات الكهربائية المستمرة على مديريات المحافظة، مطالبا وزير الكهرباء تحمل مسؤوليته بضبط العابثين بحياة الناس. شارك الأمين المساعد لمكتب الإصلاح ورئيس الدائرة الاجتماعية بمحافظة حجة أمسية رمضانية في مديرية بين العوام، ودعوا من خلال الفعالية أبناء المحافظة إلى التعاون من أجل بناء المستقبل والوقوف صفا واحدا ضد كل من يريد العبث بمقدرات المحافظة. نتابع. لأن الإصلاح مشروع حياة وأمل شعب، يستثمر كل محطة تعمق المحبة وتنشر الوئام من خلال فعالياته المختلفة. هذه الأمسية الرمضانية الحاشدة دعا لها إصلاح مديرية بني العوام، فحضرت هذه الحشود متجاوزة بعد المسافات ووعورة الطريق ومشقة السفر وسط ترحيب يعكس حفاوة الاستقبال. الأمسية الرمضانية التي حضرها الأمين المساعد لإصلاح المحافظة ورئيس الدائرة الاجتماعية أكدت على أن الإصلاح يمد يده للآخرين إيمانا منه بمبدأ الشراكة في بناء اليمن الجديد. نحن لسه معنا أخوة مع أحد. اللينا مفضولة لكل الناس. أي إنسان نزيه مؤتمن صادق يحب الخير للبلاد والعباد نحن معه، لا يمكن أن نفرط فيه سواء كان منا أو من غيرنا، سواء كان ينتمي إلى الإصلاح أو إلى المؤتمر أو إلى أي حزب آخر أو مستقيم. نتعاون على البر والخير والصلاح للبلاد والعباد.
حضور جماهيري يعكس حب أبناء المديرية لمبادئ الإصلاح وأهدافه السامية، ويفرض على الإصلاح مواصلة حضوره السياسي بما يحقق للمواطن آماله وتطلعاته نحو المستقبل. عبد الحميد الأشول لقناة سهيل الفضائية، محافظة حجة. ومن إصلاح حجة إلى إصلاح أمانة العاصمة، حيث قامت الدائرة الاجتماعية بالتجمع اليمني لإصلاح القطاع الرابع أمسية رمضانية لوجهاء أمانة العاصمة في مديريتي الشعوب والثورة. وفي الأمسية تحدث الشيخ محمد الوقشي عن أهمية دور الوجهاء في المجتمع، داعيا أعضاء الإصلاح إلى إحياء قيم الإخاء والحب والوئام والالتحام بالجماهير والتعاون معهم ومعايشة همومهم والتفاعل مع كافة قضاياهم. وأشار إلى أن الإصلاح أثبت بجدارة أنه حزب المرحلة، داعيا الوجهاء إلى الالتحاق بجمهور الإصلاح من أجل النهوض باليمن إلى الرخاء والازدهار والاستقرار. أقام فريق تطوعي من مؤسسة لأجلك التنموية وبالتعاون مع مؤسسة أعطني فرصة التنموية طبقا خيريا في وسط سوق الثورة بمدينة تعز، يعود ريعه لصالح مشاريع دعم مرضى الدم وجمعية أصدقاء مرضى الدم. ومن المقرر أن يتنقل الفريق التطوعي في عدد من أسواق تعز طيلة شهر رمضان المبارك. برعاية ندوة العالمية للشباب الإسلامي، أقام مركز التفوق بسيئون التابع لجمعية الدعوة الخيرية الملتقى الخاص برؤساء المنتديات الشبابية بمدينة سيئون وضواحيها. وفي الملتقى استعرض رئيس المركز الأستاذ رشيد بن عبد الله بعضا من اهتمامات المركز بالمنتديات الشبابية، ومنها تفعيل دور الشباب كونه لبنة أساسية في عملية بناء المجتمع المتماسك. إذاعة الحديدة من أعرق الإذاعات المحلية، حيث يعود تاريخ إنشائها إلى 45 عاما مضت، وتحمل رسالتها الإعلامية الرمضانية نكهة الريف التهامي. نفذت جمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية فرع المكلا مشاريع الخير الرمضانية لسنة 1434 للهجرة في عموم مناطق ساحل حضرموت، وبلغ عدد المستفيدين من مشاريع الخير الرمضانية خلال 10 أيام الأولى أكثر من 40,000 فرد في عموم مديريات ساحل حضرموت. وأقامت دائرة الطلاب بالتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة الجوف أمسية لمجموعة من طلاب المحافظة لتعزيز الولاء الوطني، كما استعرضت الأمسية التي أكدت على أهمية التسامح والسلام ونبذ العنف، استعرضت دور الطلاب في المساهمة بالثورة الشعبية والوقوف مع أبناء الشعب كافة أمام المتآمرين الذين لا يريدون اليمن التقدم والنماء. انعقد كذلك المؤتمر الوطني العام للشباب لمحافظة ريما، حيث يشارك فيه عدد من شباب ساحات الثورة من أبناء محافظة ريما لمناقشة قضايا الحوار الوطني العشر وتقديم رؤية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل. هذا وتتواصل انعقاد ندوات المؤتمر الوطني لمختلف المحافظات لتقديم رؤى ومقترحات لمؤتمر الحوار الوطني. ومن الشأن المحلي إلى مصر، حيث أكدت عائلة الرئيس المصري محمد مرسي أنها بصدد اتخاذ إجراءات قانونية ضد قائد الجيش المصري بتهمة اختطاف الرئيس. وأكد أفراد العائلة في مؤتمر صحفي عقدوه في القاهرة اليوم الاثنين أنهم لن يتواصلوا نهائيا مع الرئيس محمد مرسي سواء بطريقة قانونية أو غير قانونية، وأنهم لا يعرفون مكان احتجازه.
ومن مصر كذلك احتشد مئات الآلاف في شوارع القاهرة ومحافظات مصر بعد ظهر اليوم تلبية لدعوات التحالف الوطني لدعم الشرعية في مصر بتنظيم تظاهرات بعنوان مليونية عودة الشرعية للمطالبة بعودة الرئيس المنتخب محمد مرسي. وكانت القاهرة والسويس وعدة مدن أخرى شهدت ليلة أمس مسيرات متفرقة أكدت رفضها للانقلاب على الديمقراطية وعسكرة الحياة السياسية. ومن المتوقع أن تشهد القاهرة ومعظم المحافظات المصرية اليوم مسيرات عدة تلبية لدعوة التحالف الوطني لدعم الشرعية. وتأتي دعوة التحالف الوطني لدعم الشرعية لتظاهرات اليوم في ظل استمرار اعتصام مؤيدي الرئيس محمد مرسي في ميدان رابعة العدوية وميادين أخرى للأسبوع الرابع على التوالي. وإلى سوريا، حيث أفاد ناشطون سوريون أن قوات النظام السوري ارتكبت مجزرتين جديدتين أمس، الأولى في قرية البيضاء التابعة لمدينة بنياس مستهدفة مجموعة مدنيين متواجدين في منزل واحد، وأخرى في مدينة أريحة عقب قصف سوق شعبي فيها. ففي قرية البيضاء التي شهدت مجزرة قبل أشهر وباتت شبه خالية من سكانها، أقدمت عناصر تابعة لقوات النظام السوري على قتل 13 مدنيا أغلبهم نساء وأطفال وإحراقهم في غرفة واحدة. ولم يكتفي المهاجمون بقتل المدنيين وحسب، بل قاموا بإحراقهم في مكان واحد. من ناحية أخرى، ارتكبت قوات النظام السوري مجزرة أخرى في مدينة أريحة بريف إدلب من خلال استهداف سوق شعبي أسفر عن مقتل 24 مدنيا وجرح 61 آخرين. وأضاف ناشطون أنه في هذا الوقت يشهد السوق اكتظاظا بسبب أجواء رمضان، ويسبق فترة الإفطار كانت الضربة العسكرية، وهو الأمر الذي ساهم بارتفاع عدد القتلى في المدينة. على غير العادة في مثل هذا الوقت من السنة بدا شاطئ مدينة غزة المحاصرة الذي يعد المتنفس الوحيد لها مكتظا بقاصده الصائمين، حيث أوجدت الأوضاع التي يحياها القطاع من اشتداد للحصار الإسرائيلي وهدم لأنفاق التهريب الممتدة على طول الحدود الفلسطينية المصرية تلك العادة الجديدة. تحول شاطئ غزة إلى سفرة طويلة لكثير من الأسر التي تفر من قطاع الكهرباء والأجواء الحارة لتناول الإفطار بصحبة الشموع. الشعور بالحرقة كما يسميها البعض أو حسب اسمها الطبي الارتجاع المعدي المريئي مشكلة تصيب نحو 40% من عامة الناس على الأقل، ويلعب نوع الغذاء وكميته وتوقيته دورا كبيرا في حصول هذه الحالة. محمد الحطامي والمزيد من التفاصيل في التقرير التالي. يعود الإحساس بحرقة المعدة إلى عدة أسباب، من أهمها وجود خلل أو ارتخاء في العضلة التي تفصل بين المعدة والمريء، والتي تعمل كصمام يمنع ارتداد عصارة المعدة وأحماضها إلى المريء. وحموضة المعدة في رمضان مشكلة يعاني منها الكثير بسبب تناول كمية كبيرة من الطعام بعد الصيام، خاصة الأطعمة الدهنية. ويضع الأطباء عددا من الطرق التي يمكن من خلالها التغلب على هذه المشكلة، ومنها عدم الاستعجال في تناول الطعام ومضغه جيدا، ويفضل تناول وجبة خفيفة في الإفطار ثم وجبة صغيرة أخرى عند الشعور بالجوع لاحقا بعد صلاة العشاء أو التراويح. عدم الإفراط في تناول التمر، خاصة النوع الغني بسكر السكروز، كما يجب الاعتدال في شرب العصائر الطبيعية وتجنب العصائر الصناعية التي تساهم أيضا في حدوث الحموضة. الابتعاد عن المخللات وتجنب الأطباق شديدة السخونة أو البرودة والأكلات الحارة والمشبعة بالتوابل والدهون والأغذية المقلية. الإكثار من تناول السلطة، خاصة تلك الغنية بالخضروات الورقية. تناول الفواكه الطازجة بدلا من الحلويات عند الشعور بالجوع بين الإفطار والسحور، مع الحذر من الفواكه الحمضية. عدم الإفراط في تناول الحلويات التي اعتاد الناس عليها في رمضان. الاعتدال في تناول المكسرات لأنها غنية بالزيوت وقد تسبب تهيج القولون والحموضة. يفضل المشي بعد تناول الطعام وعدم الاستلقاء على الفرش بعد الأكل مباشرة.
الابتعاد عن التدخين قدر الإمكان والإقلال من تناول الشاي والقهوة وكذلك المشروبات الغازية. شرب الماء بكمية كبيرة حتى يشطف الحمض من المريء ويخفف من تركيزه داخل المعدة. ختام النشرة، وبقي أن نذكركم بأهم ما ورد فيها من أنباء. لجنة الشؤون العسكرية تستعرض إجراءات تعزيز الحزام الأمني ومداخل العاصمة. أمسيات رمضانية على امتداد خارطة الوطن، وفعل الخير باب مفتوح للجميع. بدء فعاليات مليونية عودة الشرعية، وعائلة الرئيس مرسي تقرر مقاضاة السيسي. بإمكانكم متابعتنا كذلك على موقع القناة سهيل دوت نت، وكذلك التواصل معنا على مواقع التواصل الاجتماعي. نلقاكم بألف خير في أمان الله، وبقيت نشرة للأحوال الجوية. إلى اللقاء.